السلام عليكم متابعي قناة ماروك أخبار. بالدارجة في خبر جديد، أكد وزير الصحة خالد أي الطالب أن الحالة الوبائية المرتبطة بكورونا في المغرب مستقرة ومستحسنة، ولكن هناك احتمال لوجود أي انتكاسة في المستقبل. وأشار أي الطالب خلال الندوة الصحفية اللي دارها يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري عقب اجتماع المجلس الحكومي إلى إمكانية إلغاء قرار فرض جواز التلقيح في المستقبل، معتبرا أن اعتماده جاء أساسا لتحسين المكتسبات اللي حققتها البلاد على مستوى تحسن الوضعية الوبائية لجائحة كورونا. وقال أي الطالب: هل سيبقى جواز تلقيح دائم؟ لا شيء يبقى دائم والدوام لله الواحد القهار، في إشارة إلى إمكانية التراجع عنه في المستقبل، مؤكدا أنه تم اعتماده بالأساس للحفاظ على مكتسبات البلاد. وأبرز الوزير أن أغلبية المغاربة تلقحوا ويجب أن نحسن مصالحهم في انتظار التحاق الأقلية التي كيطالبها بحس وطني أكبر.